السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عمرو برو للشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهده كل جديد. في هذا الشرح راح نتعرف على كيفيه انشاء حساب ادموب بعد التحديثات الاخيره. قبل بدايه الشرح لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهده كل جديد. ننتقل الى الشرح على بركه الله تعالى. انتقلنا بكم الى شرح كيفية انشاء حساب ادموب بعد التحديثات الجديدة. في البداية راح نقوم بتسجيل الدخول او بالدخول الى اي متصفح موجود، سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر او جهاز الهاتف. وبعد ذلك راح نتوجه الى هذه الصفحة، نقوم في خانة البحث في بكتابة ادموب كما تلاحظون الان، وبعد ذلك نضغط على خيار ادموب. راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة كما تلاحظون الان اصدقائي. نضغط على خيار تسجيل او تحقيق الربح من التطبيقات المتوافقة مع الاجهزة الجوالة. نضغط على هذا الخيار، راح يتم توجيهنا بعد ذلك الى هذه القائمة. طبعا اذا كان عندك حساب على ادموب تضغط على خيار تسجيل الدخول. بما ان احنا راح نشرح اليوم كيفية تسجيل الدخول او كيفية تسجيل او كيفية انشاء حساب على ادموب، نضغط على خيار اشتراك من الاعلى. بعد ذلك راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة كما تلاحظون الان. يظهر الايميل الخاص بي اللي راح اقوم بانشاء حساب ادموب بهذا الايميل كما تلاحظون الان اصدقائي. من اسفل هذه القائمة اضغط على خيار التالي، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة. في هذا المربع يطلب منا ادخال كلمة السر الخاصة بهذا الايميل، وبعد ادخال كلمة السر الخاصة بالايميل الخاص بنا على جوجل نضغط على خيار التالي من الاسفل، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة كما تلاحظون. نضغط على خيار ليس الان من الاسفل، وبعد ذلك ننتظر قليلا راح يتم توجيهنا بعد ذلك الى هذه القائمة كما تلاحظون الان اصدقائي. في الاعلى يظهر الايميل الخاص اللي قمنا بتسجيل الدخول اليه، وبعد ذلك لو سحبنا الى الاسفل يظهرنا خيارات وهي خيارات البلد وبعد ذلك اختيار المنطقة الزمنية. في الخيارات القديمة وفي التحديث القديم كان يظهر خيار العملة، ولكن الان لم يظهر خيار العملة. نختار البلد، نضغط على هذا السهم، وبعد ذلك نقوم باختيار البلد المتواجدين فيه، وبعد ذلك ننتقل الى الخيار الثاني وهي المنطقة الزمنية. نضغط على هذا السهم الاخير. بما ان اخترنا البلد يتظهر المنطقة الزمنية الخاصة بالبلد اللي متواجدين فيه في الاعلى، نختاره، وبعد ذلك نسحب الى الاسفل. شروط بنود خدمة جوجل ادسنس او ادموب، اضغط على هذا المربع الصغير كما تلاحظون، نقوم بوضع اشارة صح هنا، وبعد ذلك انشاء حساب ادموب. يتم توجيهنا بعد ذلك الى هذه القائمة، نقوم بوضع اشارة نعم على هذه الخيارات، او يمكنك عمل اشارة لا على هذه الخيارات كما تلاحظون الان اصدقائي. لك حرية الاختيار، وبعد ذلك نضغط على خيار التالي اثبات ملكية حساب. راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة. في هذا المربع في الاعلى نقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بنا. بعد كتابة رقم الهاتف الخاص بنا كيف تريد ان تستلم رقم التعريف الشخصي، اما رسالة نصية SMS او مكالمة صوتية، يفضل اختيار رسالة نصية. اضغط على هذا المربع وعلى هذه الدائرة، وبعد ذلك من الاسفل اختار متابعة، وبعد ذلك انتقلنا الى هذه القائمة وهو ادخال رقم التعريف الشخصي. تم ارسال رسالة تحتوي على رقم التعريف الشخصي. ساقوم بادخال رقم التعريف الشخصي الخاص الذي تم ارساله الينا من قبل جوجل ادموب في هذا المربع، وبعد ادخال الرمز في هذا المربع الرمز الذي تم ارساله من قبل جوجل ادموب. اذا ما وصلك الرمز تضغط على خيار اعادة ارسال رقم التعريف الشخصي. بما انه انا وصلني الرمز اضغط على خيار تحقق من الاسفل، وبعد ذلك نشكرك على اثبات ملكية رقم هاتفك. اضغط على خيار متابعة الى ادموب. انتقلنا بعد ذلك الى هذه القائمة وهي الصفحة الرئيسية الخاصة بجوجل ادموب. وبعد انشاء الحساب سنتوجه الى الصفحة الرئيسية الخاصة بجوجل ادموب. اما مشكلة ظهور العملة او عدم ظهور خيار العملة واختيار العملة كما تلاحظون اصدقائي على يمين الشاشة، راح نذهب الى خيار الاعدادات، نضغط عليه ضغطة واحدة، وبعد ذلك نختار معلومات الحساب. راح تظهرنا هذه المعلومات الخاصة بالحساب، العملة الخاصة بالحساب وهي دينار اردني. يتم اختيار العملة بحسب اختيار البلد اللي انت متواجد فيها او باختيار البلد اللي اخترته على اثناء التسجيل على
أدمو. اخترنا احنا البلد وهي الأردن، وبعد ذلك تم اختيار العملة تلقائيا. هذا هو التحديث اللي حصل على جوجل أدمو، وكما لاحظنا أصدقائي تم إنشاء حساب أدمو وقمنا بإثبات رقم الهاتف، وبعد ذلك تم اختيار العملة وهي بالدينار الأردني. بما أنه أنا اخترت الأردن تم اختيار عملة الأردن. لاحظنا أصدقائي شرحنا كيفية إنشاء حساب على جوجل أدمو وإثبات رقم الهاتف على الحساب، وبعد ذلك شرحنا التحديث الجديد اللي حصل وهي إخفاء خيار العملة. بما أنك تختار البلد اللي أنت متواجد فيها يتم اختيار العملة بنفس البلد اللي اخترتها أثناء التسجيل. هذا هو التحديث اللي حصل على جوجل أدموب. إلى هنا وصلنا إلى ختام شرحنا لهذا اليوم. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نلقاكم في شرح آخر بمشيئة الله تعالى. كان معكم عمرو، دمتم في رعاية الله وحفظه.